الموقف المتشدد لإيطاليا من قضية المهاجرين ربما بدأ في الأول من يونيو من عام 2018 عندما تولى ماتيو سالفيني وزيرا للداخلية الإيطالي. في بعدها بعشرة أيام فقط أعلن ماتيو سالفيني إغلاق كل الموانئ البحرية الإيطالية أمام المهاجرين. هل يمكن حاليا وبعد مرور أكثر من عام على توليه وزيرا للداخلية، هل يمكن اعتبار إيطاليا من الدول المتشددة إلى حد منع أي مهاجر من الدخول إلى إيطاليا؟ هو في الحقيقة طبعا يعني مسألة إيطاليا بالذات مسألة حساسة جدا، لأنه إيطاليا هي اللي في الوش. يعني هي إيطاليا أولا هي أقرب دولة لأفريقيا، وفي نفس الوقت في الجزء اللي في النص. حضرتك عارف أنه في ثلاث تيارات هجرة في الشمال المتوسط، أو يعني في الجنوب عندنا، هي التيار بتاع ناحية مصر وناحية المغرب في أقصى الشرق وأقصى الغرب، وليبيا في النص. التيارين الأساسيين تسيطر عليهم خلاص، مصر تسيطر عليها والمغرب تسيطر عليها. فالمشكلة كلها دلوقتي قصاد إيطاليا، فإيطاليا في موقف صعب، وفي نفس الوقت صعود اليمين المتشدد خلى المشكلة أكتر. يعني مسألة بقى التحدي، يعني أنه إيطاليا مش بتساعدني، لا أنا لازم أوقف التيار الهجرة ده. فطبعا وصعود اليمين المتطرف زود المشكلة أكتر. وطبعا ماتيو سالفيني هو نموذج لليمين المتطرف المتشدد في إيطاليا، وهو يعمل ربما يعني بناء على هذا الخلاف الموجود في الحكومة الإيطالية مع رئيس الحكومة جوزيبي كونتي ومع وزير الداخلية. هو يريد ربما الحصول على هذا الكرسي، ومن ثم اتخاذ مواقف متشددة تجاه المهاجرين، أليس كذلك؟ ده بالتأكيد، لأنه المسألة كمان مش بس إيطاليا. يعني هو سالفيني ده شكل اللي هو الواجهة بتاع التطرف الإيطالي، زي ما حضرتك قلت التطرف منتشر في كل الأحزاب الأوروبية دلوقتي. يعني صعود اليمين المتطرف خلال الفترة اللي فاتت مش قاصر بس على إيطاليا، مش قاصر على إيطاليا، لدرجة أنه بقى فيه حتى تلاسن لفظي مباشر بين إيطاليا، بين مسؤولين كبار في إيطاليا ومسؤولين كبار في فرنسا بسبب قضية الهجرة. فيعني المسألة هتمتد معنا لفترة كبيرة جدا. طيب الخلاف الموجود حاليا في الحكومة الإيطالية بين وزير الداخلية وبين رئيس الحكومة، من الممكن أن تجرى انتخابات عامة، أن يتم حل الحكومة حاليا وأن تجرى انتخابات عامة في إيطاليا، وأن يحصل اليمين المتشدد ممثلا في ماتيو سالفيني على رئاسة الحكومة؟ بص حضرتك، يعني هو في نقطة مهمة جدا، لما نتكلم وهو وزير داخلية غير لما نتكلم وهو رئيس حكومة، بيكون في حسابات مختلفة، بتكون حسابات مختلفة وبيكون الموضوع مختلف تماما. فمسألة يعني أولا طبعا في هيبقى في استفتاء على حل الحكومة، يعني سحب الثقة من الحكومة ده قريب، وأعتقد أنه هو الحكومة نجت من سحب الثقة مؤخرا عندما هو انسحب من الائتلاف الحاكم، لكن هناك أحد الأحزاب دخل مكان حزب رابطة الشمال ربما الذي يتولى رئاسة وزير الداخلية بالضبط، اللي هو ممثل وزير الداخلية، ومن ثم الحكومة الحالية نجت من سحب الثقة، لكن لا تزال مهددة بسحب الثقة. بالتأكيد طبعا. يعني المسألة أعتقد أنها تفضل مستمرة، يعني سواء اتسحبت الثقة أو نجت من سحب الثقة هذه المرة، الموضوع مستمر. والضغط يعني مسألة الهجرة مسألة حساسة جدا، لأنه كل اليمين المتطرف في أوروبا بياخد موضوع الهجرة ده كمدخل لأنه يعني يتولى السلطة في بلدان أوروبا. لو ده حصل هتبقى الكارثة كبيرة. طيب